بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الندوة الجديدة التي تنظمها جريدة عقيدتي بالتعاون مع وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، الذي حرص على استمرار هذه الندوات التوعوية سواء في المساجد قبل الكورونا أو في ديوان عام الوزارة ونشرها على مواقع الوزارة ومواقع عقيدتي في ظل أزمة الكورونا الحالية. ندعو الله أن يزيل الغم. عنوان هذه الندوة الجديدة: من دروس الهجرة النبوية، الفرج بعد الشدة. وشرفنا فيها معالي الأستاذ الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. وإذا كان لي كلمة في هذا الموضوع فإنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمل والتفاؤل في أحلك الظروف هو المفتاح الأمل ومفتاح الفرج، وأن الفرج بعد الشدة والصبر هو مفتاح الفرج كما يقولون. في البداية نستمع إلى فضيلة الدكتور أشرف في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير الأنام وبدر التمام ومسك الختام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هذا الموضوع العظيم الذي يأتينا في مطلع شهر المحرم، ونتذكر في هذا الشهر هذا الحدث التاريخي الكبير الذي جاء في وقت عصيب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الهجرة النبوية باليسر بعد العسر، وجاءت بالفرج بعد الضيق والشدة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني معاناة شديدة وضيقا من المشركين، حيث قد ضيقوا عليه وسلطوا عليهم صبيانهم ورموه بالحجارة، وسال الدم الشريف من قدمه ويده صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا فاصلا بين مرحلتين، بين بناء الدولة في المدينة المنورة التي نورها الله، وبين الدعوة إلى الله عز وجل والانفراج التي كتب الله لها، فانتشرت في ربوع الدنيا على يد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن الدروس والعبر التي نستفيدها من الهجرة النبوية الفرج بعد الشدة والضيق، واليسر بعد العسر، ولم لا؟ والله عز وجل يقول: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: صبرا قليلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، ومن رجاه يكون حيث رجا. ونأخذ دروسا وعبرا من الهجرة النبوية نستفيدها في حياتنا الآن، لنقف وقفات مع درسين من الهجرة ومع آيتين كريمتين من آيات الله. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
الوقفة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم إخراج لكن في شكل النصر، فسمى الله في القرآن الإخراج نصرا، فلم يخرج النبي هروبا ولا جبنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، كان أشجع الناس وأقوى الناس وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم، فنصره الله عز وجل فسمى الإخراج نصرا. ونأخذ من هذا أيضا ما قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو جالس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن يتلى يطمئن قلب نبيه وحبيبه وصديقه أبي بكر، حين قال له الحبيب المصطفى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هنا الأمل، وهنا حياة نتعلم من رسول الله فيها الأمل. في الوقفة الثانية: لا تحزن، إن الله معنا. في هذه الجملة نتعلم الأمل في الحياة، لا يأس مع الحياة، واجعل أملك في الله سبحانه وتعالى. إذا قلت يا الله فأنت معك القوي الذي لا يهزم، ومعك العزة التي لا ترام، ومعك الذي إذا ما وقفت وناجيته ودعوته كان معك وبجانبك ناصرا ومؤيدا لك. لا تحزن هو الأمل، صناعة الأمل من الهجرة النبوية، تعلمنا الهجرة النبوية صناعة الأمل في قول الله عز وجل على لسان سيدنا محمد لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فإذا وقفت أمامك الدنيا، كل الدنيا، فقل يا الله، وإذا حاربك البشر، كل البشر، فقل يا الله، فلن تجد إلا الصبر والقوة والنصر والعون والتأييد من الله سبحانه وتعالى. الله هو الشافي، الله هو المعين، الله هو الموفق، الله هو الناصر، الله هو الخالق الرازق الذي يرزقنا بغير حساب، فهو الذي نجى حبيبه ومصطفاه من أيدي المشركين. لما وصل النبي إلى المدينة المنورة وكان في استقباله أهل المدينة فرحين، مستبشرين، متهللين، منشدين، سعداء، محفل عظيم، انظر إلى الفرج، هذا الفرج الكبير الذي فتح لرسول الله. شتائم في مكة تبدل إلى أفراح وإلى سرور وإلى مدح وإلى أناشيد، هموم كانت في مكة تحولت إلى بناء وإلى سعادة وإلى بناء. في مكة ذاق نبينا صلى الله عليه وسلم الألم هو وأصحابه الكرام، لما وصل إلى المدينة تغيرت وتبدلت الأحوال. وأنا أقول للسادة المشاهدين والمستمعين: الهجرة النبوية تغيرت، وتغير من أجل رسول الله، تغيرت الدنيا كلها.
في هذه الهجرة وفي هذا الشهر شهر المحرم تغيرت الدنيا من أجل رسول الله، تغيرت النفوس من أجل رسول الله، تغيرت الأماكن من أجل رسول الله، وتغير الزمان كذلك. فمن مكة إلى المدينة بيت السكن، وانظر إلى هذا الجمال الذي كان بين المهاجرين والأنصار. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الدولة العظيمة وهو قادم إلى من مكة مهموما حزينا ضيق الصدر؟ فكان النصر والتأييد والعون من الله سبحانه وتعالى. فأول ما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة فكر في بناء دولة ديمقراطية وطنية يعيش فيها الجميع تحت مظلة واحدة، يعيش المسلم مع غير المسلم، المواطنة ووثيقة المدينة والمؤاخاة والحب والتآلف والعيش المشترك. فبنى صلى الله عليه وسلم المسجد ليربط المسلمين بخالقهم، فربط الخلق بخالقهم في هذه الهجرة وفي هذه المدينة المنورة. ثم بعد أن بنى المسجد ليربط الخلق بخالقهم بنى الأخوة وبنى المحبة ورسخها في نفوس المسلمين ليعيش الجميع متآلفين متحابين، يؤثر بعضهم بعضا من الدروس العظيمة التي نتعلمها ونستفيدها في هذه الأيام. الإيثار، فهل نحن الآن في هذا الزمان يؤثر بعضنا بعضا، أم أن هذه الأخلاقيات اندثرت مع خضم الحياة وخضم التحديات التي نقابلها؟ تأتي هذه الأحداث الإسلامية لكي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى، وتذكرنا كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخلاقيات الإسلامية لنرجع إليها ونستفيق من زخم الحياة وصعوباتها ومشاكلها وهمومها. أتت الهجرة النبوية لنتعلم منها كل خير وكل نور وكل بركة وكل بناء. نتعلم من الهجرة البناء والتعمير وحب الأوطان، نتعلم من الهجرة الأخوة الصادقة، نتعلم من الهجرة القرب من الله سبحانه وتعالى. نشكر فضيلة الدكتور أشرف. وإذا نظرنا إلى تاريخ الأنبياء وجدنا أن لكل منهم هجرة، وخاصة أولي العزم من الرسل لكل منهم هجرة خرج من قومه ليدعو غيرهم، رغم أن كثير من الأنبياء كان مرسلا إلى قومه فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. لهذا قال الهجرة بداية الفرج بعد شدة، حتى أن الله تعالى قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر بعد شدة. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ إسلام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. يعني في الحقيقة الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، ليست مجرد أحداث، إنما الهجرة هي معاني تجسد مقولة أحبها دائما، أن الهموم مثل الغيوم ما اجتمعت إلا لتمطر، لكن الهموم عندما ستجتمع ستمطر فرجا بإذن ربها. يعني عندما تجتمع الهموم وتزيد وتتكاثر على الإنسان أن يدرك يقينا أن الله تبارك وتعالى سيفرجها. لكن يعني كما أشار زميلي الفاضل إلى الآية الكريمة التي سجلت أحداث الهجرة، وهي آية غاية في العظمة،
يعني بداعة التصوير القرآني وعظمة التصوير القرآني عندما تبتدئ الآية بكلمتين كل منا يعاني منهما إلا تنصروه فقد نصره الله، من منا لم يؤذى من أحد يحبه، من منا لم يؤذى من أخ أو من صديق أو من قريب أو من حبيب أو من أحد كان له فيه ظنا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من أعمامه وأقربائه وبنو أعمامه وأصدقائه ومن تربى بينهم، أوذي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه كان يريد المصلحة العامة لهم، أنا رسول الله، أنا أدعوكم إلى الجنة، أنا أخاف عليكم من النار، لمجرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن مصلحة الناس أصبح عدوا له، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان الحبيب وكان القريب وكان المؤتمن وكان المحكم بينهم، كانوا يحبون رسول الله وكانوا يحبون أن يتاجر في أموالهم. وهذا حال كل من أراد خير بالناس، نحن نعامل الله، نحن نتعامل مع الله، لكن الآية عظمة الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، وكأن الله يوبخ أهل مكة، لماذا لم تنصروا رسول الله؟ كان سيحدث لكم به الشرف، كان سيحدث لكم به الفخر، إذا كنتم اتبعتموه ستكونون من السابقين إلى الدين. ولكن الله تبارك وتعالى في معنى أن الفرج سيأتي من بعد الشدة يؤكد على أن كل إنسان اتخذ له متكئا من الناس فهو واقع لا محالة. احنا نتعامل مع الناس ونحب الناس ويصير بيننا الأسباب، لكن ليس هو المتكئ وليس هو المعتمد، المعتمد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال إلا تنصروه، وخدوا بالكم الآية بدأ بالاستثناء، الاستثناء هو النصرة بالناس، لكن الأساس هو النصرة بالله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه، فأن تنتصر بالناس ده استثناء، إنما الأساس أن تنتصر بالله. ولذلك أكاد أجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يكن يشعر بأي معنى للأذى أو الهزيمة. كيف يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى للأذى أو الهزيمة وقد جاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال وقال له إن الله أرسلني إليك أأتمر بأمرك، هذا ملك الجبال أمره يطبق عليهم الأخشبين. دي نصرة عظيمة جدا، ده سلاح لن يتحقق لأي دولة أيا كانت مكانتها أو عظمتها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث حديث المربي، حديث الذي يخشى على الناس لا يريد أن يبطش بهم. قال ويهلكون يا أخي يا جبريل، يعني لما نطبق عليهم الأخشى يهلكون. شوف رحمة سيدنا النبي، قال ويهلكون يا رسول الله، قال لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يشهد لا إله ولو واحد. ده حديث حد منهزم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن النصرة في أساسها بالله. ولذلك الآية دي الكلمتين دول في الآية لكل واحد عنده معنى هزيمة، إلا تنصروه فقد نصره الله. الكلام ليس خاصا لرسول الله، كل من انهزم من البشر يعلم أن رب البشر سينصره. وده أكبر معنى من معاني الفرج بعد الشدة، أن تموقن أنها مهما اشتدت فإن الله فارجه، يعني هي ما لها حل، هي مسألة وقت، ليست معقدة كتعقيد مسائل الرياضة أو الفيزياء أو المعادلات العميقة، هي بسيطة جدا، هي هينة على الله. وبعدين في الآية إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني عارفين يعني ثاني اثنين؟ يعني اثنين ما لهمش ثالث، يعني العدد قليل قوي، هي بالبلدي كده اثنين ما لهمش ثالث، ما هماش كتيبة ما هماش جيش ما هماش عدد كبير، اثنين ما لهمش ثالث، بحسابات البشر كيف ينتصرون؟ لكن اثنان الله ثالثهما، هو رب سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله، قال لسيدنا ابو بكر، قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، واذا كان الله معك فلا تخف من اي شيء روعك، كن مع الله يكن الله معك، لا تخف من اي شيء روعك. ربنا معانا. وعندما يتحدث القرآن عن الهجرة وتوثيق أحداث الهجرة، الإنسان مننا لما يقوم برحلة أو ما إلى ذلك يتحدث عن أفضل ما فيه، يعني يتحدث أنه نزل في فندق كبير، يتحدث أنه عمل أعظم نزهة، يتحدث أنه ركب أفضل وسيلة مواصلات. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد أن معاني الفرج تتحقق بأمور بسيطة،
بيقول له إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كانوا بيعلمونا أن الغار هو النقب في الجبل، يعني فتحة صغيرة في جبل، ما هوش مكان يعني فاره الجمال، ما هوش مكان، لكن الغار مع من؟ مع الله. فأصبح الغار مع الله حصن، أصبح الغار مع الله جمال، أصبح الغار مع الله فخار، أصبح الغار مع الله اللي الناس تخاف تدخله أمان. الغار هو عبارة عن مكان ضيق جدا لا يستطيع إنسان أن يدخله قائما، لابد أن يحتفز، يحتفز يعني يجمع جسمه ويخش كده، لكن الغار أصبح مع الله. فإذا أصبح الغار مع الله فهو أفضل من أي قصر وأفضل من أي مكان مزين، لأنه مع الله. ولذلك سيدنا أبو بكر قال لرسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يعني أنا آسف لو واحد عطس كده فعمل كده وبص للغار، لأن الغار فتحته لفوق، لرآنا. فسيدنا صلى الله عليه وسلم لا، ده دلوقتي مش غار، ده دلوقتي مش غار، ده حصن. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولذلك لما الآية بتكمل وتقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود، العلماء بيقولوا هي السكينة دي نزلت على مين؟ على سيدنا النبي ولا على سيدنا أبو بكر؟ جمهور المفسرين على أنها نزلت على سيدنا النبي، لكن سيدنا عبد الله بن عباس تفرد وقال كيف تنزل السكينة على رسول الله وهي لم تنقطع عنه؟ السكينة دي نزلت لأبو بكر، سيدنا رسول الله كان مطمن. إذ هما في الغار، أنتوا عارفين حضراتكم أن رب العزة سبحانه وتعالى لما يريدها أن تنفرج تنفرج كده، يعني من غير حسبة، من غير تعقيد. هو انفرجت على سيدنا النبي ازاي؟ تخيلوا بقى، رسول الله يرصده افضل صناديد قريش، فرسان على اعلى مستوى، جنود على اعلى مستوى، والمكافاه بيني وبينكم تستاهل 100 جمل. 100 جمل دي يعني ثروه عظيمه، يعني حاجه كده كتير قوي، فالمكافاه تستاهل حتى لو هم مش صناديد، ده المكافاه تزغل عينيهم. لكن الله حمى رسول الله بحمامه وبيضتين وعنكبوت. حمامة طبيعتها ان اي حد يقرب لها تطير، وبيض الحمامة على وشها، والعنكبوت اللي ربنا قال عنه ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، يبقوا جنود. ايوة، وما يعلم جنود ربك الا هو، ربما يكون من يؤذيك هو سبب نصرتك، وربما يكون السبب في اذاك هو باب نعيمك. وبعدين الفرج يا أفاضل يأتي بعد كسر، يعني أنا جالي فرج، أنا عندي مشكلة في شغلي فأنا مكسور، فجالي فرج بس أنا مكسور، لكن الله من بعد الفرج يداوي الكسر بالجبر. ما ينفعش يأتي الفرج وأنا لسه مكسور هفضل فاكر إن كان عندي مشكلة، هفضل فاكر إن قومي أذوني، هفضل فاكر إن أهلي أذوني، هفضل فاكر إن كان عندي دين وكنت مش قادر أعمله. فلا بد وأن يأتي لرسول الله جبر. فكان الجبر في ان النبي صلى الله عليه وسلم بقاله تقريبا 13 سنه في مكه عمال يقول لهم انا رسول الله فيؤذوه، يروح من مكه للمدينه عن طريق اليمن، وده كان طريق مقطوع ومحش وفيه قاطعي طريق، اتنين بيثبتوا الناس معروفين مشهورين، فقالوا من انت؟ قال انا محمد. مفيش كلام كتير، قالوا نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ادي جبر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ان الخير جاي. وعندما يخرج من الغار ومعه صاحبه و يعني الجوع والعطش اشتد بهم، مروا على خيمة أم معبد. خيمة أم معبد دي ممكن نسميها خيمة الكرم، يعني أم معبد دي وزوجها أبو معبد ما بيستنوش حد يقول لهم عندكم حاجة ولا لا. في اليوم ده خرج أبو معبد يرعى الأغنام، وترك أم معبد مع شاة هزيلة، شاة عيانة تعبانة. ومر عليهم رسول الله فقال أعندكم شيء؟ قالت لو عندنا شيء ما تركناكم تسألون. ده أنا أم معبد، دي خيمة أم معبد، إحنا بتوع الكرم. شوف أم معبد بتتفخر بإيه، وفي ناس تانية بتتفخر بإيه. التفخر بيكون بالحاجة الحلوة مش بالوحشة أفاضل. فلمح رسول الله في طرف الخيمة شاه هزيلة لم ينز عليها جدي، يعني بالبلد كده بنت بنوت ما لسه ما اتجوزتش. فأحضرها رسول الله ومسح الضرع، فامتلأ الضرع لبنا، فحلب رسول الله، فلما حلب امتلأ القدح. فشوفوا أدب سيدنا النبي وهو رسول الله، فقدم القدح لأبي بكر: اشرب يا أبا بكر. قال اشرب يا رسول الله، فيقول أبو بكر، فشرب رسول الله حتى ارتويت. اللي بيشرب سيدنا النبي، واللي ارتوى سيدنا أبو بكر. وبعدين لما جاء أبو معبد بيسألها ايه اللي حصل للشادي، قال جاءني رجل، هو بين قعدت توصفه، يعني ده أعظم وصف لرسول الله، وصف أم معبد لرسول الله تقريبا صفحة، وفي الآخر
حست ان ما وفتش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقداره ومقامه الشريف، فقالت والله يا ابا معبد اني لاراه بين اصحابه كالقمر بين النجوم، انسى اللي فات ده كله، هو بين اصحابه قمر بين النجوم. فقال ابو معبد لام معبد والله اني لمدركه. طبعا حضراتكم متخيلين انه هيدركه علشان يبلغ عنه عشان ياخد ال100 جمل. ادركه ليقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وهذا هو الجبر بعد الكسر لتستمتع بالفرج. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جبر الله خاطرنا جميعا. يعني بصراحة كلمة اسم الله الجبار كان كلنا بنعتقد ان هو الجبار من الجبروت يعني او من القوة، ولكن من المعاني الجميلة له اللي هو جابر للخواطر. فربنا يجبر خاطرنا جميعا. وفي النهاية نشكر فضيلة الدكتور أشرف فهمي وفضيلة الشيخ إسلام النواوي، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.